حان الأوان أن لا تبقى سياسة لا عقاب. هذا الكيان ماذا يظن في نفسه حتى يقتل الأطفال، يهدم البيوت فوق الرؤوس؟ كيف يفعل بالناس الأبرياء ظانا منه أنه لا أحد يستطيع أن يوقفه؟ اليوم نحن أمام مشهد فلسطيني آخر، سقف سياسي آخر رسمه أهل فلسطين. الشعب الفلسطيني برمته فاق حتى السقف السياسي الذي يتمتع به كل فصيل فلسطيني. الفصائل الفلسطينية كلها مجمعة على سقف فلسطيني، دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.